أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قبيل افتتاح مزاد الثقة غدا، فقدت الثقة بين الرئيس نجيب ميقاتي وقوى الرابع عشر من أدار وسط اتهامات متبادلة بالتضليل. وفي ساعات اليوم الواحد صدر ردان عن السرايا يصنفان في خانة الأجوبة الضاربة، ومن بينها ما يضرب الحريري شخصيا بالتسوية التي كاد يبرمها على حساب دماء الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعه في السلطة. وعلى الرغم من لغة ميقاتي القاسية ورفضه المهل، فإنه أجاب عن نصف أسئلة البريستول وقال إن علينا التعاون بواقعية تامة مع المحكمة لكشف الحقيقة والتأكيد في الوقت نفسه على استقرار لبنان في ظل وجود فريق من اللبنانيين يرى أن المحكمة تستهدفه، لذا علينا التوفيق بين الأمرين وعدم اعتبار أي منها متعارضا مع الآخر. ميقاتي وردا على موقف نصر الله بشأن عدم تسليم المتهمين الأربعة إلى المحكمة الدولية أعلن أنه يقوم إيجابا حرص السيد نصر الله على عدم تعريض البلد لأي فتنة. وفي الوقت نفسه احتفظ ميقاتي بحقه في أن يقوم بواجباته. ومن دون أن تنتظر الأمانة العامة موعدا لاجتماعاتها الدورية، اضطرت لتصدير بيان عاجل تتوعد فيه رئيس الحكومة بجلسة الغد حيث سيكون للبحث صلة، ولم تنسى أن تمننه بأصوات من جاءوا به إلى الندوة البرلمانية وانقلب عليهم. وحتى الآن لا تزال ردود قوى الرابع عشر من أدار على ميقاتي وحزب الله سياسية كحال الاتهام السياسي الذي عشنا في كنفه 5 سنوات، ولم يرتكب أي موهوب سياسي مبادرة الرد بالوثائق أو دحض ما نشر. لا بل إن المحاولة الوحيدة التي اختبرت في بعض الصحف والقنوات الفضائية جاءت خبط عشواء. وعليه فإن الجديد سيتدخل على خط تصويب الوثائق بعدما سجل تقصير سياسي لمن وجب عليه التصويب. وسنعرض في هذه النشرة وثائق جديدة تؤكد إدخال الكمبيوترات إلى إسرائيل، مع التأكيد بالدمغة البارزة أن تلك الحواسيب هي أجهزة عائدة إلى لجنة التحقيق الدولية لا إلى هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، الممر الإلزامي للعبور. كان ينتظر أن يتم الرد على مستندات حزب الله باستنفار القوى المعنية أو المتضررة، لكن أيا من ذلك لم يحدث لا من بيروت ولا لاهاي، بل عندما حاولوا سجلوا أولى السقطات.